بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. ما هي العلاقة بين التشيع والقضية الفلسطينية؟ استنكر بعض الأخوة خروج مظاهرات عراقية أو مسيرات بالأحرى تأييدا للقضية الفلسطينية في يوم القدس، وقالوا أن يعني هناك كثير من الناس الذين لا يؤمنون بأي قضية أخرى سوى القضية العراقية، وهناك بعض المتدينين الذين يدعون التشيع. أيضا سمعنا منهم من يقول بأن ما هي علاقتنا بفلسطين والفلسطينيين، وذلك كرد فعل على ما يقوم به بعض الفلسطينيين من أعمال إرهابية في العراق وقتل المدنيين ومشاركة مع داعش والإرهاب بصورة عامة. ولذلك يقول بعض البسطاء من الناس بأننا لماذا يجب أن نهتم بالقضية الفلسطينية. ولهؤلاء أقول بأن هناك رابطة قوية بين التشيع وبين فلسطين إذا فهمنا المعنى الحقيقي للتشيع، وهو روح العدل. يعني التشيع فيه أطر وفيه روح وفيه معنى. الأطر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، من الإمام علي إلى الإمام المهدي الذي يؤمن به الشيعة، سواء كان مولود أو غير مولود أو يولد في المستقبل. إنما فكرة الإمام المهدي سوف أتحدث عنها بعد قليل. فكرة يعني الإمام علي، لماذا نحب الإمام علي ولماذا يحب الشيعة الإمام علي؟ يحب الناس الإمام علي لأنه كان رمز العدل، وفي وصيته لولديه الحسن والحسين وسائر ولده أيضا قال لهم: يا بني كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فإذا يعني هذه رسالة الإمام علي، وهذه وصيته إلى كل الناس، أن نكون خصم للظالمين وأن نكون عونا للمظلومين. أما الإمام المهدي، فكرة الإمام المهدي، وقد يتعجب بعض الناس لماذا أنا أتحدث عن الإمام المهدي. أنا يعني كفكرة عامة عند الشيعة أقدرها و يعني أعظمها، هي فكرة رائعة جدا أنهم هؤلاء الناس ينتظرون عبر التاريخ الإمام المهدي. لماذا؟ ماذا سوف يفعل الإمام المهدي إذا خرج؟ سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. يعني هذه هي بالحقيقة التي تدفع الناس للانتظار، لانتظار الأمل المخلص أو المنقذ أو الذي يقوم بنشر العدل في الأرض. الأرض الآن يعني مثلا مرقعة معينة أو كل الأرض. إذن فمن أولى الناس بالإمام المهدي هم الذين يتمسكون برسالته، يتمسكون بدوره بعمله، ويسيرون على خطاه. من الإمام علي الذي يفد منه الشيعة ويعملون بوصاياه في نشر العدل والتمسك بالعدل ومحاربة الظالمين، والإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إذن فأينما وجدنا في الأرض من ظلم علينا أن نحارب ذلك الظلم، أينما وجدنا جور يجب أن نحارب هذا الجور حتى ننشر العدل والقسط في الأرض. نأتي إلى القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية شعب احتل في الحرب العالمية الأولى من قبل بريطانيا، ثم قام وزير خارجية بريطانيا في ذلك الحين قبل 100 عام واسمه بلفور بإعطاء وعد إلى البريطاني إلى اليهود بأنه سوف يساعدهم على تأسيس دولة لهم في فلسطين، ولم يكن عدد اليهود يتجاوز بضع آلاف في فلسطين.
فسمح لهم بالهجرة من كل أنحاء العالم وخاصة من بريطانيا وأوروبا، وجاءوا وكثروا وبدأوا يسلحونهم أيضا. القوى البريطانيون سلحوا القوات اليهودية، وأصلا كان هناك فصائل في الجيش اليهودي، في الجيش البريطاني هم يهود، فأعطوهم الأسلحة وحرموا الأسلحة على الشعب الفلسطيني، إلى أن تشكلت عصابات الهجناء وغيرها فهجرت الفلسطينيين وقتلتهم وأقامت مجازر، وأعلنت دولة فلسطين في 1947 على جزء من الأرض. فأيضا صدر قرار التقسيم بأن يكون جزء من الفلسطينيين من فلسطين لليهود وجزء للفلسطينيين. طبعا العرب والفلسطينيون رفضوا هذا الظلم الواقع بحقهم وبدأوا المقاومة، ثم حدثت نكسة أو هزيمة 67، فاحتلت إسرائيل كل أراضي فلسطين بالإضافة إلى سيناء وإلى الجنان التي لا تزال محتلة حتى الآن. الشعب الفلسطيني قام بثورات وقام بانتفاضات عديدة لكي يطالب بحقوقه ولا يعامل معاملة دنيا في هذه الأرض، أن يكون مستقلا وأن يكون حرا وأن يكون سيدا على نفسه. والفلسطينيين رضوا حتى بهذا الجزء من فلسطين وبأقل من هذا الجزء، ومع ذلك إسرائيل ترفض إعطاء هذا الحق إلى الفلسطينيين وتقمعهم وتقتلهم وتحاربهم دائما. فما هو موقف الإنسان المسلم الشيعي؟ الذين يدعون الإسلام كثيرون، وسمعنا يعني بيان حماس قبل أيام في مناسبة يوم القدس بأن العرب يقيمون علاقات مع إسرائيل ويذلون الشعب الفلسطيني وقدسوا القضية الفلسطينية، وأصلا لم يقاتلوا بجدية، وهناك من وعد البريطانيين في الحرب العالمية الأولى أنه سوف يساعد اليهود ويغض الطرف عنهم، ومثل ما فعل عبد العزيز بن سعود عندما أعطى تعهدا بذلك. والعرب معروفة اتفاقيات السلام أو الاستسلام مع إسرائيل التي تساعدهم على الانفراد بالشعوب الأخرى بلبنان أو بسوريا أو بالفلسطينيين في غزة أو غيرها. وجاء الإمام الخميني في بعد الثورة وأطلق أعطى السفارة الإسرائيلية للفلسطينيين، ثم نادى بضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبالتظاهر في يوم القدس في آخر جمعة من رمضان لي يعني إحياء القضية الفلسطينية وجلب القلوب إليها، كما عبر بيان فلسطيني حول ذلك مؤخرا. يعني عندما يتظاهر الناس حتى إذا لم يقاتلوا بالسلاح، فقط إذا تظاهر المسلمون، يعني ملايين المسلمين لو تظاهروا اليوم إذا تظاهروا في كل بلد حول هذه القضية، فقط يسيرون مسيرات وينادوا باسم فلسطين في يوم القدس، سوف يشكل ذلك ضغطا سياسيا ودبلوماسيا على إسرائيل حتى والدول الأخرى حتى يعني تناصر القضية الفلسطينية. فخرج يوم الجمعة يوم القدس في آخر جمعة من رمضان، خرج بعض العراقيين في تظاهرة تلبية لنداء الإمام الخميني وانتصارا للقضية الفلسطينية. هذا العمل كان واجب، وبالذات بأنهم شيعة يبحثون عن العدل ويناصرون القضايا العادلة في كل العالم، فلا يوجد إشكال في ذلك. ولكن بعض البسطاء والسذج والعاطفيين، ولا أقول العملاء، حسابهم آخر، هناك من يحاول فصل الشعب العراقي عن القضية الفلسطينية حتى ينسى هذه القضية ولا يساعد الشعب الفلسطيني بأي شيء، كما يفعل حكام الخليج الذين ينصرون إسرائيل على الشعب الفلسطيني، أو يؤيدون حروب إسرائيل العدوانية ضد الشعب اللبناني، والتدخل أيضا في سوريا لتفكيك الشعب السوري وتدمير الدولة السورية ونصرة الإرهابيين، ويفعلون كل شيء. فاستنكر البعض، وكان استنكاره مستنكرا في الحقيقة وعجيب وغريب، وخاصة من الناس أنا كنت أقدرهم وأحترمهم، وهم ناس متدينون ودائما يعانون من الإرهاب في العراق
ويدعون لمكافحة الإرهاب، فإذا بهم يسكتون ويطالبون الآخرين بالسكوت. هم لم يتظاهروا ولكن يطالبون من يتظاهر بأن لا يتظاهر، يعني يأمرون بالمنكر أو ينهون عن المعروف بالعكس. فأنا أقول التشيع هو العمل، خلاصة التشيع وجوهر التشيع العمل من أجل العدل ونشر العدل في جميع ربوع العالم. ألا ينتظر الشيعة الإمام المهدي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا؟ فكيف يغمض من يدعي تشيع عينيه عن الظلم وأقصى أنواع الاحتلال والقهر لشعب كامل هو الشعب الفلسطيني؟ وأقول أيضا لا تشيع بلا دعم القضية الفلسطينية. الذي يهرب من دعم المظلومين الفلسطينيين فهذا يخون تشيعه، يخون رسالته، يخون جوهر التشيع. و يعني لذلك ولهؤلاء الذين يدعون التشيع ولا يفهمون جوهره أقول لا تشيع بلا فلسطين. وفلسطين معركة الإنسانية المعاصرة ضد الظلم والاحتلال في كل العالم. الأحرار في كل العالم يناصرون الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، حتى هنا في بريطانيا البريطانيون، الجامعات في أمريكا، في أوروبا الشعوب الأوروبية يعني تتألم من ما يعانيه الفلسطينيون ويحاولون أن يدعموا القضية الفلسطينية ويحاربوا الاحتلال ويحاربوا اغتصاب الأرض ومنع الماء عن الفلسطينيين و يعني كل أعمال القهر والقمع. نعم، ولا تشيع، لا تشيع بلا فلسطين. وفلسطين هي معركة الإنسانية المعاصرة ضد الظلم والاحتلال. وفلسطين غير بعض الفلسطينيين، البعض يتحجج بأنه الفلسطينيون يقومون بأعمال إرهابية ويقيمون الفواتح على مثلا أعداء الشعب العراقي، على الإرهابيين الذين يقتلون أنفسهم، فلماذا نحن نبادلهم الحب والاحترام والتعاطف؟ هذا خطأ كبير. طبعا فلسطين ليست بعض الفلسطينيين، في كل بلد هناك ناس منحرفون، ناس ظلمة، ناس جهلة، ناس خاطئون، ولكن القضية الفلسطينية، قضية الشعب الفلسطيني يجب أن لا ننساها. وليس كل الفلسطينيين يدعم الإرهاب أو داعش أو يكره الشيعة. فهل العراقيون جميعا يحبون بعضهم بعضا مثلا أو لا يدعمون الإرهاب؟ فهل إن تأييد بعض العراقيين لداعش والإرهابيين يجعلنا نكره العراق والعراقيين؟ إخواني، التشيع الحقيقي العلوي المهدوي هو دعم أي قضية عادلة في العالم بغض النظر عن المتآمرين والخونة والعملاء والإرهابيين. وقلت يعني يا شيعة آل سعود، ليس شيعة علي بن أبي طالب، شيعة آل سعود والحكام المنبطحين المتآمرين، أين أنتم من وصية الإمام علي عليه السلام لولديه الحسن والحسين كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا؟ أين أنتم من الإمام المهدي الذي تنتظرونه، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا؟ أم ستعتذرون منه بأن يهدد مصالحكم؟ البعض يبرر تقاعسه وتخاذله وانسحابه من دعم القضية الفلسطينية بأنه إحنا خلينا نبحث عن مصالحنا في العراق، لماذا نورط أنفسنا مع هذه الدولة أو تلك أو مع اليهود مثلا؟ طبعا ليس كل اليهود هم مع إسرائيل ومع ظلم الإسرائيلي. هل أنتم، سوف أنقل لكم هذا الفيديو موجود في موقعي، أحد الحاخامات اليهود في يعني في أمريكا في نيويورك في حي باركلين، هو يقول نحن لا نتحمل وزر ما تفعل إسرائيل، ونحن ندعم الشعب الفلسطيني ونستنكر قيام دولة إسرائيلية. هل أنتم شيعة علي أم شيعة آل سعود؟ لماذا إذن تديرون أظهركم لأشرف قضية في العالم اليوم وهي قضية فلسطين؟ اعلموا أن هناك طائفة من اليهود تستنكر احتلال فلسطين، فلماذا تستنكرون أنتم مشاركة بعض العراقيين في يوم القدس؟
طبعا بعض الأخوة يدخلون يتداخلون ويسخرون ويستهزئون، مثل الأخ علاء رحم الذي كان يدافع عن مظاهرات في العراق من أجل مطالبة بالحقوق أو مطالبة ببعض. يقول: ذكرتني بجيش القدس وخطابات صدام، الشعب كاتل الهبري وهو ملتهي أسس جيش لتحرير القدس اللي فاقد كرامته في بلده، شلون يطالب بكرامة الشعوب المسلوبة؟ طيب يا أخي العزيز، أنت طالب بكرامتك وطالب بحقوقك، ولكن أيضا أي قضية عادلة حاول تأيدها، حاول تنصرها. وأنا لا أتحدث عن الجوانب الفرعية الإيجابية، عن الأجر الذي يحصله العراقيون، الأجر الدنيوي، إذا دعموا القضية الفلسطينية سوف يعني يكسب الشعب الفلسطيني إليهم بدل ما يعادوا مزيدا من الأداء. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. إذا كان الشعب الفلسطيني مثلا يكره الشيعة في العراق، أو يؤيد صدام حسين، أو يؤيد داعش والإرهابيين مثلا، أو قسم من عنده على الأقل، فلا بد أن نتعامل معهم بشكل يعني ذكي حتى نكسبهم إلى قضيتنا، حتى يدافعوا عنا. ومناصرتنا لهذه القضية العادلة سوف أيضا تدعم مركزنا في الحركة السياسية في المنطقة والعالم. الأخ غسان فقيه يقول: أحسنت يا كاتب، الحمد لله، لأول مرة تكتب شيء مفيد، صباح الخير دكتور. يعني شكرا يا أخ غسان الفقيه، ويعني إذا حتى لا إذا كنت تعتقد أول شيء مفيد فأشكرك على ذلك. الأخ ثابت الثويب يقول للأخ علاء: الكلام موجه لمحبي آل البيت والإمام علي، إذا لم تكن منهم فالكلام ليس موجه لك. لا، إن شاء الله هو الأخ علاء أيضا من محبي أهل البيت، ولكن ربما حصلت له يعني شبهة أو عاطفة أو كذا أو شيء يعني من القبيل، ولذلك يعني فيجاوب الأخ علاء: أنا ما أحب أدخل في الجدل اللي يدور بين الأخوان، إنما في القضية الرئيسية فقط وأن أكد عليها. نعم، الأخ الشيخ حبيب الأسدي، ومن المؤسف أن أسمع هذا الكلام من شيخ في الحوزة يعني، وشيخ على مستوى يبدو عليه، أن يتكلم بهذه الطريقة. يقول: أكثر من يقاتلنا هو أهل فلسطين. يعني شوفوا التعميم دائما خطأ، دائما خطأ. نقول الشيعة يقولون كذا، الشيعة يفعلون كذا، السنة يقولون كذا، السنة يفعلون كذا، أهل العراق يقولون كذا، أهل فلسطين يقولون كذا. هذا خطأ يا أخوان. خلينا نحدد، كل شعب كبير أو طائفة كبيرة فيها تيارات، فيها أحزاب، فيها حركات، فيها ناس آراء مختلفة، فلا يجوز أن دائما نحسب الناس بنظرة واحدة. يقول: أكثر من يقاتلنا أهل فلسطين، وأكثر الشعوب نصبا لأهل البيت عليهم السلام هم الفلسطينيون. هذا أيضا خطأ ثاني. وأكثر شيعة تعاني هم القلة القليلة من الشيعة الفلسطينية، من أهل فلسطين. إذا أنت تعترف هناك شيعة فلسطينيون أيضا، ولم نجد أي تعاطف منهم مع مظلومية شيعة العراق، بل وقفوا مع الظالم ضدهم، ولم يتعاطفوا لحظة مع شيعة البحرين قط، وخانوا سوريا وأعانوا، بل كانوا ولا يزالون أهم الأفراد التي تقاتل الجيش السوري بالتعاون مع إسرائيل وتركيا وأمريكا وآل سعود والقطريين. أولا يا أخي العزيز، ليس فقط الفلسطينيين، إنما السوريون والعراقيون والخليجيون والمصريون. هذه فتنة كبرى في سوريا الآن، وهناك حسب علمي 1700-1800 واحد فلسطيني يقاتلون في سوريا، وهم يعني أيضا البعض منهم يندفع نصرة إخوانهم، نصرة مثلا المظلومين كما يعتقدون سواء كانوا على حق أو على باطل. يعني لا تستطيع أن تلومهم وتتخذ موقف منهم مسبقا. يعني هذه قضية معقدة ومفصلة، ولكن يعني لم يتعاطفوا مع قضية البحرين، كل العالم لم يتعاطف، يعني كثير من الناس لم يتعاطفوا
لا أقصد كل العالم يعني كثير من البلد، أو أنت لم تسمع منهم، فأو كل واحد عنده حساباته الخاصة. أنت كمسلم كمؤمن كشيخ كموجه كقائد في البلد توجههم إلى أي ناحية؟ إلى نصرة المظلومين في الشعب الفلسطيني الذين يقتلون يوميا كما نسمع ونرى، فتيات بأمر الورود، شباب بأمر الورود يعني يضحون بأرواحهم وفي السجون وفي ودائما يقصفون ويقتلون وأفق الحل السياسي مسدود أمامهم، لا أحد ينصر قضيتهم، لا أحد يدعمهم إلا القليل القليل. فيعني إذا إحنا كنا فعلا نحس أنهم عندهم موقف سلبي فيجب أن ندعمهم حتى نحصل على موقف إيجابي، كما تفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلا، تدعم بالمال والسلاح والإعلام وبهذا الاحتفاء بيوم القدس. هذا خلى شوفوا بيانات اللي صدرت حتى من حماس اللي علاقتها شبه مقطوعة، يعني صدر بيان أنه يرحبون ويأيدون ويباركون هذا الموقف، وبالتالي تلين القلوب، وبالتالي يعني يمكن الجمهورية الإيرانية أو يعني تكسب قلوب الفلسطينيين إلى جانبها. فما نظل إحنا إذا اتخذوا موقف سلبي نعاديهم أكثر فأكثر ونقطع كل علاقاتنا معهم كما نفعل مع كل الدول الأخرى. عندنا علاقات مع السعودية مثلا، الآن سفير عندنا سعودي في بغداد، لماذا؟ لأنه نريد أن نقيم علاقة مع هذا البلد الجار، رغم أنه كثير من السعوديين أو الدولة السعودية حتى تدعم الإرهابيين، تدعم داعش بالمال والسلاح والرجال والفكر وكل شيء. فماذا يجب أن نقاطعهم نحاربهم أم ننصر القضايا العادلة للشعب في تلك البلاد؟ الأخ رؤوف يقول ما أدري إلي، ولا الواحد آخر يقول أنت طائفي طائف فقط. الأخ رؤوف يقول عندما يفهم الفلسطينيون أن القضية قضيتهم وليست بقضية العرب، عندها يمكن لهم أن يتحرروا من الاحتلال. طبعا هم من زمان فاهمين، العرب تخلوا عنهم، فإذا كنا نحن من العرب وكنا جيرانهم ونتخلى عنهم أيضا ولا نذكرهم حتى بكلمة ولا بمظاهرة ولا براية أو علم أو بيوم لتذكر هذه القضية التي هي تهم كل المسلمين، قضية القدس واحتلال فلسطين ليس للفلسطينيين فقط، إنما كل يعني العالم الإسلامي. لو جاء مستعمر واحتل مثلا قرية في العراق، هل نقول لتلك القرية اذهبوا أنتم ربكم فقاتلوا نحن هنا قاعدون، أو ننصرهم باعتبارها قضية جزء من بلدنا هذه القرية؟ يعني يقول الأخ عباس الصفار يقول قادة حماس وغيرهم أقاموا مجالس الفاتحة والترحيم على روح الزرقاوي ومن قبله على روح صدام، ومئات التفجيرات نفذها فلسطينيون داخل العراق وعلى أبناء الشعب العراقي الذي ساعد الفلسطينيين طوال عقود من الزمن. هذا صحيح، يعني أقاموا فعلا هذا مع الأسف الشديد، ولكن نحن كل إناء ينضح بالذي فيه. يعني إحنا من ننصر القضية الفلسطينية لأجل يعني بعض الأشخاص الخاطئين أو المنحرفين، نحن هذه أرض إسلامية وبلد إسلامي وشعب إسلامي وشعب عربي ننصر وإنساني ناس. الآن كل العالم كما قلت لكم حتى في بريطانيا وأوروبا يعني بدون نظر المذهب والدين والقومية وكذا يقولون هؤلاء بشر، لماذا هؤلاء مضطهدون ومحرومون من التعبير عن أنفسهم وتشكيل دولتهم المستقلة الحرة؟ لماذا يكونون هم مستعبدين تحت الاحتلال الإسرائيلي وحقوقهم مهدورة وكرامتهم منتهكة؟ فيجب أن ننتفض لهم حتى هم إذا ما ننتظر منهم شيء، وحتى إذا يعني قاموا بأعمال يعني خاطئة تجاهنا احنا نظل على موقفنا ما نتراجع. يا عزيزي يا ابو فاضل يا عباس. الاخ علاء رحم مهتم في الحوار معنا يقول اشرف قضية هي استعادة الانسان كرامته التي سلبها الجوع والحرمان والفساد والارهاب في بلاده. يعني شوفوا هو العدل يتضمن هذا الشيء، يعني عندما نقول العدل يعني العدل في القضاء، العدل في
المساواة الاجتماعية، في مكافحة الفقر، في وكذلك في القضايا السياسية والقضايا الكبرى أيضا يجب أن نهتم فيها. نعم، الأخ أحمد حسين طبعا يستخدم كلمات شوية غير لائقة بحوارنا، ولكن مع ذلك أنا أرحب في محاورا، ويعني نحاول نتحدث عن كل الآراء وننقل كل الآراء. يقول: أصلح بيتك وانظر في إصلاح بيوت الآخرين، كافي شعارات. إحنا شعب واحد، أمة واحدة، منطقة واحدة، بلد واحد، كل ما يعني يحدث في أي بلد يؤثر على البلاد الأخرى، كما ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق ويؤثر على المنطقة، وما يحدث في العراق يؤثر على كل المنطقة، وما يحدث في فلسطين أيضا يؤثر على كل منطقة، وكذلك في لبنان. فإحنا بيتنا واحد، إحنا يعني بعدين الاستعمار جزأنا وقسمنا ووضع أقفاص اسمها الحدود حوالينا حتى لا نهتم بأي بلد آخر وحتى يأكلنا قطعة قطعة. الأخ علي تلاي يقول: بركت أستاذي الفاضل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أحسنت يا أستاذ علي. فلسطين هي قضية الأحرار في كل العالم، وليست قضية إيرانية أو سنية أو شيعية، ولكن الصهاينة العرب، ليس الصهاينة اليهود، الصهاينة العرب تخلوا عن قضاياهم العادلة وباعوا كل شيء للعدو. الأخ كريم علي يقول: قضية فلسطين جزء من الشعب العراقي، من الشخصية العراقية، ما استنكره البعض أن تخرج الاحتفالات برفع صور لرموز غير عراقية، يعني يقصد صورة الإمام الخميني الذي دعا إلى هذه المسيرة أو هذه المسيرات في يوم القدس. يعني شنو المشكلة في ذلك؟ زعيم مسلم جار لنا وقائد ثوري ورجل عظيم وعنده يعني نرفع صورته لأنه هو دعا إلى يوم القدس، راح ينتهك من سيادتنا ومن استقلاله ومن حريتنا ومن كرامتنا يا أخي العزيز. يا أخ كريم، لا أعتقد ذلك. فليش نكون عندنا حساسية؟ في كل العالم يتظاهرون يوم القدس ويرفعون صورة الإمام الخميني لأنه هو الذي دعا إلى هذه القضية. وحتى في القدس أنا رأيت فلسطينيين رافعين اسم الإمام الخميني أو صورة الإمام الخميني في القدس في يوم القدس. يعني هذا يعني شيء طبيعي واعتيادي، فلا نأخذ هذه حجة حتى أن يعني نقاوم هذه الحركات الإيجابية التي تحيي النفوس المشاركة في يوم القدس، والاهتمام بالقضية الفلسطينية في الحقيقة يحيي نفوسنا ويزيدنا قوة إن شاء الله. الأخ كريم مرة ثانية يقول: ضحى العراق بشهدائه في كل الحروب التي شارك بها في فلسطين، لم يصل بنا الجفاف إلى الحد الذي ترفع به صورة الخميني وخامنئي في محافظات العراق في سيناريو مؤدلج ورسالة بالنيابة أن العراق واقع تحت دولة ولاية الفقيه. لا يا أخي، الاحتفال بيوم القدس لا يعني احنا وقعنا تحت احتلال دولة ولاية الفقيه، بالإضافة إلى عدم تقدير هؤلاء الأتباع إلى مشاعر ملايين ممن قدموا الضحايا بنزاع وتدبير هؤلاء. لا أعتقد أن من يرفعون ويتظاهرون من أجل القدس على قناعة بذلك، بل ينفذوا بروباغندا إيرانية. طيب أنت كنت في قلوبهم، أنت انظر لعملهم، عملهم عمل إيجابي نصرة لقضية القدس وفلسطين وتأييدا لدعوة الإمام الخميني، فليكن ذلك. يعني موقف سلبي يا أخ كريم، حاول أن يعني تعيد النظر فيه، مع احترامي لك. يعني الأخ علي الأصولي يقول: أنا لا أنظر إلى هذه الحيثية أخ أحمد، إيرانية عربية إسلامية، بقدر ما أقول إن في بلدي مشاكل، فلا أستطيع التبرع بحمل الهموم الإسلامية وبلدي ممزق من شعارات الإسلامويين. يعني مرة لا أدري ماذا أقول، يعني ما في مشكلة، أنت عندك مشاكل وعندك اهتمام بالقضايا الأخرى، كما أن الشعب العراقي مثلا خرج في مظاهرات لنصرة القضية البحرينية. الشعب البحريني الآن أيضا ينتهك ويظلم وتسلب حقوقه ويقمع
بوحشية. حتى الأمم المتحدة وبان كيمون أيضا استنكر، والإدارة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية استنكرت القمع الذي يتعرض له الشعب البحريني. فهل يجوز لنا أن ننصر القضية البحرينية أو لا يجوز؟ نهتم بهذه القضية أو لا يجوز؟ الشعب المسلم العربي في داخل السعودية أيضا يتعرض إلى قمع والاضطهاد وسلب حقوق، ننصر القضية السعودية الشعب السعودي أو لا ننصره، ندعمه أو لا ندعمه؟ وأي بلد، اليمن وكذلك في أي قضية، سوريا أيضا. الأخ أبو محمد صادق العراقي يقول: كشمر بالعالم، عمي العالم أصبح دول ومصالح، أنت ليش عايش بالجاهلية؟ المهم بلدي فقط، لن ينفعك أحد، مالي وفلسطين تشبع عبالك، يوكلني خبز لو يبنين لي بيت. التشيع عبالك يوكلني خبز لو يبنين لي بيت، أي يوكلك خبز ويبني لك بيت. التشيع عندما أنت تعمل من أجل عدل في بلدك والعدل في العالم وفي البلاد المجاورة، هذا يساعدك على تعزيز نظامك وتعزيز دورك وتعزيز يعني مكانتك في العالم. فإذا أنت تخليت عن كل قضية وتطلب من العالم أن ينصروك وأيدوك، أيضا سوف يقولوا ما لنا ولك ولبلدك. إذا هاي نزعة انعزالية، إذا استشرت في صفوفنا وكل واحد كل قرية قالت أنا أهتم بقريتي وكل مدينة أهتم بمدينتي، فبعد ما تبقى بلاد ولا تبقى قضية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لازم يجب يكون عندنا شعور إسلامي عام، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، بأمور الإنسانية أيضا فليس بإنسان. الآن العالم كله يهتم بالقضية الفلسطينية، ولكننا نريد أن ننسحب كما انسحب الحكام العرب من هذه القضية وباعوا فلسطين وباعوا كل شيء لليهود. الأخ علاء رحم مرة ثانية يدخل ويقول: دخلي يدعمون قضيتهم ويتخلصون من القهر والحرمان والجوع، وخلي يتظاهرون بعدين براحتهم، المفروض أكو أولويات. شيخنا تغيب العقول وإشغالها أو تغيب العقول وإشغالها بالجزئي عن كل استحمار وسرقة للنباهة. يعني لا يمنع أن تهتم بقضيتك وقضاياك الشخصية وقضايا بلدك وأن تهتم بالقضايا الأخرى. الدكتور محمد أبو الطيب يقول: عجيب قولك أستاذنا لا تشيع بيع فلسطين، على أي أساس بنيت هذا القول؟ ثم ما الرابط بين التشيع أو فلسطين؟ هذا يعود في الحقيقة إلى فهمنا للتشيع. البعض يفهم التشيع فهم جامد متحجر قشري يتعلق بالأطر فقط، يعني أئمة أهل البيت في 12 واحد 13 14 واحد إجوا بالتاريخ قبل 1400 سنة ويجب أن نحبهم نواليهم، سوف يدخلونا بالجنة في المستقبل في الآخرة. بس هذا هو فهم التشيع، يقتصر على هذا المعنى. أما روح التشيع، روح أهل البيت فلا يفهمها، وكما قلت لكم في البداية روح التشيع أو جوهر التشيع هو العدل، العدل في كل المستويات في كل المجالات، وفي المجال الإنساني والدولي إذا رأينا شعبا مظلوما مقهورا فالإمام علي عليه السلام يوصينا بأن نكون للظالم خصما وللمظلوم عونا. بس احنا ما نتمكن نروح نقاتل أو ما مطلوب من عندنا هذا الدور، بس بإمكاننا سياسيا إعلاميا دعائيا عاطفيا نبرز اهتمامنا ومشاعرنا المهتمة بهذه القضية لا أكثر ولا أقل. الأخ علي عباس يقول: لكن يجب أخذ المصلحة يا أستاذ في الحسبان، هذا يكلفنا الكثير مما لا نستطيع تحمله. ماذا يكلفك مثلا؟ تآمر إسرائيل ضدك، ما هذا التآمر موجود، يعني ماذا يأثر عليك؟ لا أعرف. الدكتور أبو محمد الطيب مرة ثانية يقول: طيب يا أستاذنا، الظلم في بقاع كثيرة من العالم في سوريا وليبيا وبورما وهم مسلمون أيضا، هل يمكن أن نقول أن لا تشيع بلا بورما لو بلا سوريا أو بلا ليبيا؟ أنا أضيف له يعني في بعض البلاد هناك تحدث فتن مثل ليبيا الآن، يعني نحن نهتم بالشعب الليبي
يعني يهمنا مستقبل الشعب الليبي، يهمنا وحدته، يهمنا حريته، عدالته، العدالة في هذا الشعب. فنحن بصورة عامة، ولكن إذا هذا الشعب بدأ يتقاتل مع بعضه هذا نسميه فتنة، وهناك إرهابيون، هناك ناس يدافعون عن حقوقهم. ناس في سوريا كذلك، نحن مع قضية الشعب السوري، مع حريته ومع العدل فيه ومع تقدمه ومع كرامته وعزته ووحدته، ولكن إذا أجوا ناس إرهابيين عندهم أجندات خارجية، عملاء للخارج، داعش وغير داعش، يردون يرجعون الأمور للوراء، يزيدون يسلبون ما كان للشعب من حريات ومن حقوق، يقمعون، يقتلون، يذبحون، يدمرون، يفجرون. فهنا مع من نصطف؟ مع من نقف؟ نحن عموما مع قضية الشعب السوري، ولكن إذا حدثت فتنة وكل واحد يقول أنا الحق معي، هنا يعني يحدث نوع من الالتباس. أما في قضية مثل البحرين، شعب مسالم بريء صغير أيضا، ويخضع لقبضة أمنية من آل خليفة وآل سعود اللي محتلين البحرين، والخليج كله يدعمهم، حكام الخليج يدعمون هؤلاء الحكام في قمع الشعب البحريني. قضية واضحة بسيطة سهلة، ليس فيها يعني التباس. وأي قضية أخرى نفس الشيء، إحنا ننصر كل القضايا، ما عندنا تمييز. وأي حاكم ظالم نحن ضد هذا الحاكم الظالم، حتى لو كان شيعيا، حتى لو كان سيدا علويا، يدعي أنه سيد علوي مثلا، إذا ظلم في أي مجال في أي حدود نحن ضد هذا الظلم. يجب أن نكون هكذا، لا نقبل بالظلم من أي طرف ومن أي إنسان. قلت له نعم، نحن بصورة مطلقة وفي كل مكان في العالم إلا ندعم قضايا العدل، إلا إذا رأيت مجرمين وإرهابيين كداعش تدعي المظلومية وتحارب وتقتل وتثير الفتنة أكثر مما يفعل أي نظام، فهنا سوف نكون مع الشعب ضد هؤلاء المجرمين. أحمد حسين يقول مرة أخرى، هذا شيء، هذا يستنكر قيام دولة صهيونية. فيديو لأحد الحاخامات الذي يستنكر قيام دولة صهيونية، وبالتالي هو يعني صحيح يستنكر قيام دولة إسرائيل، ولكن في نفس الوقت يدعم الشعب الفلسطيني ويستنكر ما يتعرض له من أعمال عدائية وقمعية. الآن بعد أن مداخلات كثيرة حتى أخذ المداخلات الجديدة، الأستاذ أحمد حسين يقول، أستاذ أحمد الكاتب مع فائق الاحترام والتقدير، أنت جاي وفي رواية أخرى كذا، شنو علاقة التشيع بفلسطين؟ عام ولد خال ولد، أصلا تحدث عن فلسطين عند الشيعة أجى نتيجة المؤثرات القومية العروبية مع الأيام الستينات. لا يا أخي العزيز، أول من ذهب إلى القدس هو الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء سنة 1931، عندما كانت المنظمات اليهودية تطارد الفلسطينيين وتحاربهم، وعقد مؤتمرا في القدس وتحدث عن مستقبل القدس واحتلال إسرائيل للقدس وقيام دولة إسرائيل، ودعا إلى الوحدة الإسلامية لمجابهة المستوطنين الصهاينة في ذاك اليوم، قبل أن تكون هناك يعني يتبناها القوميون العرب. هي قضية إسلامية، وأول ما رفع رايتها يعني لا أقول العراقيون، إنما كثير من المصلحين في العالم الإسلامي. وهذا مثل جبت لكم إياه، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في سنة 31. أياد الشمري أبو محمد يقول، إنصافا قراءة واعية، من ينظر نظرة أرضية تضره خروج الجماهير إلى يوم القدس باعتبار مواقفهم الواضحة، ولكن من ينظر نظرة سماوية قيمية لابد من نصرة يوم القدس. أبو وائل الإبراهيمي يقول، ولكن شيخنا ما هو التشيع بحسب نظرك؟ فخلال متابعتي لك خلال فترة طويلة أنت حفحفت التشيع وحفحفته، فلا يكاد يرى بالعين المجردة أو حتى المسلحة، بل صرحت في أحايين كثيرة أن التشيع وتسنن حزبان سياسيان منقرضان، وأنا هنا لست بصدد الرد على ذلك، فقد تكون قناعتي قريبة منه، ولكن الغريب أنك تحشدنا هنا نحو القضية الفلسطينية تحت مظلة التشيع. فليت شعري، هل تكلمنا على قدر عقولنا، أم أنك فعلا مقتنع أن هناك نوعا ما من التشيع؟
يا أخي العزيز أبو وائل الإبراهيمي، أنا أقول في التشيع، في حركة التشيع، طبعا التشيع قراءة معينة للإسلام في مقابل القراءة الأموية التي ينتهجها معظم الحكام العرب والمسلمين عبر التاريخ، استبدال وطغيان ونهب للثروات وقمع للشعوب. هذا هو المنهج الأموي اللي تشوفوه أنتم الآن في معظم الحكومات العربية والإسلامية. وفي مقابل ذلك كان هناك كانت هناك قراءة أخرى، هي قراءة أهل البيت وقراءة الشيعة اللي كانوا يشكلون المعارضة الرئيسية لذلك الظلم والاستيلاء على السلطة بالقوة. فالتشيع فيه عناصر إيجابية وعناصر مستمرة وجوهر باقي إلى اليوم، وهناك قشور وأطر وأطر ويعني مظاهر معينة. هناك فقه مثلا، فقه أهل البيت ما في مشكلة، في كأطر مثلا كأشخاص أهل البيت الآن لا يمكن إحنا نجيبهم ونحطهم رؤساء علينا لأنه ما موجودين. فإذا أو نظرية أهل البيت، نقول ماذا نظرية أهل البيت؟ نظرية العصمة والناس والأئمة يعينون من قبل الله وفي سلالة معينة، أم أن نظريتهم الشورى حسب قراءتي ذي فكر أهل البيت وتاريخهم وتجاربهم، أن أهل البيت يؤمنون بالشورى، كانوا يؤمنون بالشورى والتزموا بالشورى، وهذا حديث مفصل ليس وقته الآن. وأيضا هم الثورة ضد الظالم والظلام والظالمين، الثورة من أجل العدل، الثورة من أجل الحرية. وأنا كان عندي كتاب في سنة 70 طبع اسمه الحسين كفاحهم في سبيل العدل والحرية. فهناك قضية، هناك جوهر في هذا التشيع، هذا الجوهر باقي، هذا الجوهر لا ينقرض. أما كأطر كنظام سياسي أو حزب سياسي أشخاص هم غير موجودين الآن، نحن نزور قبورهم نقرأ الفاتحة لهم نسلم عليهم، أما أنهم يعني يكونون يقودون الآن هذا ما يمكن. يجب أن نفرق بين العناصر الثابتة والجوهرية والأساسية وبين العناصر القشرية والأطرية تابعة للأطر يعني الشكل. نحن الآن نلتزم بالنظام الديمقراطي وهو نفس خط أهل البيت. البعض يعتقد أنه لا، الناس والأسماء والكذا هو هذا فكر أهل البيت، ويمكن نناقشه في وقته. فنحن لا نرفض كل ثقافة أهل البيت وتراث أهل البيت، إنما نقول هناك عناصر مستمرة وعناصر جوهرية باقية وعظيمة، ونجلها ونحترمها ونحمل مشعلها العالم، مشعل الحرية والعدل في العالم، إذا احنا كنا فعلا صادقين في انتمائنا لأهل البيت وحبنا لأهل البيت. نحمل قضاياهم، لو افترض لو كان الإمام علي الآن موجود أو الإمام مهدي يطلع الآن بكرة، ماذا يفعل تجاه القضية الفلسطينية؟ هل يدير ظهره وهو المؤمل أن ينشر العدل في العالم، القسط والعدل في العالم ويكافح الظلم والجور؟ هل يدير ظهره ولا يشارك في أي مظاهرة حتى، أم يتبنى القضية الفلسطينية؟ هذا ما أقوله، أقول الإمام المهدي التشيع وفلسطين من صلب فلسطين، صلب القضية الشيعية اليوم وجوهر القضية الشيعية، كما هي القضية البحرينية، كما هي القضية السورية، كما هي القضية العراقية، كما أي قضية شعوب مظلومة محرومة يجب أن ننصر هذه الشعوب. الأخ حسن شالوس يعطي فتاوى، ما أعرف من هو، لمن ينتمي، أي عقيدة، لأي فكر، لأي حزب، لأي طائفة، يقول فلسطين هي حق اليهود بهالبساطة يعني، فهي أرضهم وهي أقدم من الإسلام، وعلاوة على أنها أرضهم قاموا بشرائها من الفلسطينيين المغتصبين. الفلسطينيين أصبحوا مغتصبين في نظرك يا أخ حسن شالوس. الفلسطينيين هؤلاء لا علاقة لهم بأولئك اليهود الذين جاءوا إلى فلسطين اليوم، لا علاقة لهم، هؤلاء مجرد انتماء عقدي، يعني ليسوا من سلالات اليهود، القبائل اليهودية السابقة التي انقرضت وانتشرت في العالم. يعني كل واحد مسلم الآن مثلا يذهب إلى أسبانيا ويطالب باحتلال أسبانيا لأن أباء وأجداده وبعض المسلمين بعض العرب كانوا يحتلون أو يقيمون في أسبانيا مثلا، هذا مو منطق، هذا طبعا يعني يقلب كل المفاهيم وكل المعادلات حتى يبرر
تقاعسه وانسحابه من دعم القضية الفلسطينية، ثم أن بعض الفلسطينيين باعوا ليس الشعب الفلسطيني الذي هجر والذي قتل والذي مذابح التي أقيمت في فلسطين حتى أجبرت ناس على الهجرة إلى لبنان وسوريا والأردن. فكيف تتهم الفلسطينيين باغتصاب الأرض يا أخي العزيز؟ طيب الآن اسمحوا لي يعني أتوجه إلى قراءة بعض المداخلات الأخرى من الأخوة الآخرين حتى لا نغبطهم حقهم، وأيضا هذا اليوم موضوع ساخن. الأخ منال كذا يقول، أو الأخت، معقول لسه في ناس مصدقة أسطورة المهدي؟ يا أختي الكريمة منال، يعني المهدي هي فكرة عامة، عفوا، المهدي هي فكرة عامة وفيها ناس يشخصونها في أشخاص معينين. فكرة المهدي هي فكرة أنه رجل يقيم العدل في الأرض، يكافح الظلم والظالمين والجائرين. فهاي الفكرة احنا أخذنا الزبدة مالتها بدون تفاصيل. أبو سجاد الكعبي يقول، السلام عليكم أستاذ أحمد، طرح قضية الإمام المهدي في هذا الوقت لا تخدم السنة ولا الشيعة، شلون ما أدري. أبو سجاد مرة أخرى، أستاذ أحمد، وحدوا الأمة الإسلامية ثم اطرحوا خرافاتكم، صدقني أفكار الإسلاميين كلها فاشلة مع الأسف. مرة واحدة كل الأفكار الإسلاميين فاشلة، وأفكارك يا أخي العزيز هي الناجحة والماشية في السوق. يعني يقول، المذهب الشيعي احتكره المتخلفون وحوله إلى خرافة يتصارع بها ديكة. يعني ما علاقتنا بهذا الموضوع، هذا بحث آخر. نحن نقول هناك فكرة إيجابية يجب أن نهتم بهذه القضية، بقضية الشعب الفلسطيني وإعطاء حقوقه وتحريره. الأخت سارة سلام تقول، التنكر لقضية فلسطين يعني نجاح المخابرات البريطانية والصهيونية في ترسيخ الصراع الداخلي وترك القضية التي هي جوهر صراعاتنا، بغض النظر عن يوم القدس الذي نادى به الخميني. القدس غابت جوهرا وقضية عن العرب، والبعض منهم بات يدعم إسرائيل سياسيا ودوليا لتدعيم دولته، ويستعين باليهود، أنا أضيف على ذلك، في المحافل الدولية حتى ينصروه ويعينوه ملكا على هذا البلد أو ذاك. أبو سجاد الكعبي، يجب عليك أستاذ أحمد أن تناقش هنا جميع الآراء، والقضية الفلسطينية أصبحت سلعة رخيصة يتاجر بها الأغبياء فقط. يعني إذا كان هناك من يتاجر بالقضية الفلسطينية فلا يعني أننا أيضا يجب أن نتاجر، إنما علينا أن نخلص لهذه القضية وأن نتفاعل معها وأن يعني نحيي هذه القضية. والخروج في مظاهرة في يوم القدس لا يعني تجارة أو متاجرة في هذه القضية. فاضل المعموري يقول، ثق يا سيدي، في أحد الأيام صادفت تاجرا في تايلاند فقال لي إن اليهود بالتعامل هم أحسن من العرب، وبالحرف الواحد تركونا ونحن نعيش. طيب هذا رأيي، يمكن هناك، أنا لا أنكر هناك يهود ناس طيبون وناس أخلاقهم جيدة وتعاملهم جيد، ونحن لا نعادي اليهود كيهود، إنما نطالب بحقوق الشعب الفلسطيني من الظالمين من المغتصبين. أبو سجاد الكعبي مرة أخرى يقول، أنا في كندا واليهود أثقف ناس وأغلبهم يمتلكون شهادات عالية وناس أحسن من العرب مليون مرة، صادقين ومحترمين، وإحنا بعدنا عايشين بعقلية جمال عبد الناصر وكذا، كافي دمرتوا الأمة بأفكاركم الإسلامية المتخلفة. يعني الأخ يبدو عليه كثير يعني نسى هويته وشخصيته وقضاياه وكذا. طيب عيش في كندا أنت كما تشاء، ولكن شوف حتى الحكومة الكندية أحيانا يعني تناصر الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. على الأسف الشديد أن واحد يصل بالثقافة إلى هذا المستوى.
سلمان الجابري يقول لا يوجد أحد يهتم بفلسطين، كله مصالح، وهو ما حد دمر فلسطين إلا هذه شعاراتنا الرنانة. طيب إذا ما استخدمنا هذه الشعارات الرنانة في نظرك ماذا سوف يحدث؟ هل ستتحرر فلسطين بالصمت والسكوت والتخاذل والانسحاب؟ الأخ أبو سجاد يبدو يهاجم كل الناس، يهاجم الإسلاميين، يهاجم فشل حكم الإسلاميين بالعراق منذ 2003، هو بداية اندحار فكر الإسلام السياسي، لأنه فكر لا يستطيع أن يتحدى التكنولوجيا والتطور، فكر مبني على خرافات. يا أخي العزيز يا أبو سجاد، أنا ما أجاد لك كثير، ولكن هناك قضايا إنسانية في العالم. شوف يعني قضية السود في جنوب أفريقيا الذي جاء البيض من أوروبا واحتلوا البلد وأقاموا نظاما عنصريا، ونيلسون مانديلا قاوم هذا الاحتلال 30 سنة هو في السجن، ثم أصبحت قضية يعني حرية الشعب الجنوب أفريقي قضية عالمية، كل العالم ناصر هذا الشعب إلى أن سقطت هذه الدولة العنصرية، وهناك دولة عنصرية في فلسطين تريد أن تفرض هيمنتها، هيمنة فئة أو طبقة أو مجموعة أو دين، أتباع دين معين على هذا الشعب، وهذه قضية عالمية إنسانية ما لها علاقة بالإسلام أو بالتشيع، يعني ما لها علاقة، يعني هي أكبر من قضية شيعة أو قضية فلسطين أو قضية مسلمين فقط. كل الأحرار في العالم يطالبون بتحرير الشعب الفلسطيني وإعطاء حقوقه، ما مقتصر على الإسلاميين إذا كانوا فاشلين أو ما فاشلين، هذا ما يهمنا، يهمنا أنت كقضية إنسانية، هل أنت تقف معها أو تقف ضدها، أو تقف مع أصدقائك اليهود اللي تعيش معهم في كندا مثلا. الأخت أنمار أبو الهيل تقول احتلال فلسطين الأول من قبل اليهود أبناء يعقوب وطردهم السكان الأولين من يبوسين وكنعانين أيدها القرآن بشدة واعتبره فتحا ومكافأة لبني إسرائيل. ومكافأة لبني إسرائيل يعني عيب ينطلقون من منطلق إسلامي لتحرير فلسطين. أما السنة فهي كانت قبل قبلتكم وتركتوها، هسه تردون. ثاني شيء عجبون الشيعة بحماسهم للقدس اللي هي ليست إلا خرافة يهودية، والمسجد الأقصى اللي هو إلا لعبة أموية، نفسهم الشيعة يؤمنون أن القدس في السماء. فلسطين صفقة رابحة للسيطرة على الجماهير، فالسني والشيعي والقومي وحتى القطري يستغل موضوعيا موضوعها. إسرائيل واقع حال، ما يعجبنا نضرب رأسنا بالحائط، يعني نستسلم لها، نستسلم للظلم للطغيان للاحتلال، وأي داعش أيضا واقع حال، يجب أن نستسلم لداعش، فأي منطق هذا يا أخت أختي العزيزة؟ يعني منطق متهافت جدا، وإذا استخدمنا هذا المنطق فأي واحد يستولى علينا، حتى صدام حسين كان يجب أن نستسلم له وهو واقع حال موجود ومحاكم وكذا، فنستسلم لهذا الحاكم. أبو مصطفى شاقولي يقول يا أخوان القضية الفلسطينية من اختراع القوميين العرب، يعني ما كان لها موضوع بالذات، هم اخترعوها من خيالهم فقط. الإمام الخميني قدس سره كان يؤمن أن قضية القدس هي قضية إسلامية انتهى، لذا لابد من دعم من نصرة هذا الشعب المظلوم واسترداد المقدسات من الصهاينة. يعني ما عرفنا، الكلام يبدو مختلط أو متناقض. المهم يعني هناك قضية فعلا في الشعب الفلسطيني، ونحن يجب أن نهتم بنصرة هذا الشعب ورفع الظلم عنه ووقف العدوان عليه، كل يوم قصف وحروب وتدمير وعزل وحصار. الآن الشعب الفلسطيني في غزة محاصر مثلا، ويعيش الفقر، غالبية الشعب الفلسطيني تعيش تحت خط الفقر، ولا تجد لقمة العيش ولا تجد غطاء تتغطى به. ف يعني إذا كان عندنا ضمير إنساني، لا أقول إسلامي ولا أقول شيعي، إذا عندنا ضمير إنساني فيجب أن نهتم بأي قضية إنسانية في العالم، ولا نطالب فقط العالم بنصرة قضايانا. الأخ مقداد النوري يقول وعد إلهي أن يدخل المؤمنون مرة أخرى، أما شيعة أهل البيت ف
فلا ينظرون إلى الفلسطينيين وتوجههم بقدر نظرهم إلى ثوابت الإسلام. عقيدتنا قائمة على المبدأ. بارك الله فيك يا أخ مقداد النوري، وسيكون كلامك خاتمة حديثنا، لأننا فعلا نعتقد أن هذه القضية، قضية العدل وقضية نصرة المظلومين والقضية الفلسطينية، هذه قضية مبدأ وليست تجارة وليست يعني استغلال لهذه القضية. وإحنا نحن أشخاص عاديون نهتم بما يجري في حوالينا من ظلم وطغيان وتآمر، وعندما نسكت عن الفلسطينيين وعما يجري لهم سوف يمتد الظلم إلينا أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.